بسم الله الرحمن الرحيم. هشرح الحين كيفية التجول في الجولة الافتراضية لفيرشوال تور لعقار أو أي منشأة. بعد ما بنفتح الرابط بتطلع لنا الصفحة دي. هنا مثال لشقق مفروشة اسمها أزادية، ومكتوب هنا العنوان، وهنا الشعار اللي مكتب العقار أو شعار الشقق المفروشة أو أي شعار ممكن يتحط هنا. ودي أيقونات التجول في الجولة الافتراضية. أول ما بفتح الرابط بيطلع لنا مجسم ثلاثي الأبعاد، أتجول ألف وأشوف شكل العقار. هنا مثلا طرقة، وهنا مكتوب صالة، وهنا مكتوب غرفة نوم. بتجول فيها كده مبدئيا، بسوي زوم بعجلة الماوس عشان أقرب. أنا شايف هنا تقريبا تفاصيل كلها مجسمة لمجسمات ثلاثية الأبعاد، وده اللي بيميز النوع ده من الجولات الافتراضية، ان انت تقدر تشوف مجسم ثلاثي الأبعاد للعقار نفسه. اضغط على الأيقونة دي يطلع لي مخطط رأسي او بنسميه الفلور بلان للعقار. اسوي زوم بعجلة الماوس، مكتوب هنا الصالة أبعادها كام ومساحتها، وغرفة نوم واحد، وهنا الحمام والمطبخ وغرفة نوم اتنين. واضغط هنا تاني تبتدي تطلع لي الصور الحقيقية المصورة 360 درجة بطريقة بانورامية اللي هقدر أبدأ فيها الجولة. أنا هنا لو لفيت كده هلاقي إن أنا في الطرقة، مكتوب هنا باختصار شقة مفروشة غرفتين صالة مطبخ حمام، وفي هنا تفاصيل اهي. فضلا الضغط على الصورة للذهاب لموقع الشقق على خرائط جوجل، نرجع لها بعد شوية. هبتدي الجولة ان انا لما اشوف نقط دائرية بيضاء على الارض اضغط عليها وابتدي ادخل. انا الحين في الصالة بنتظر شوية لحد ما الصور عالية الجودة تتحمل. انا كده واقف على مدخل الصالة، اضغط هنا تاني الاقي نفسي في وسط الصالة، اتحرك براحتي واشوف مكونات العقار. حتى هنا ممكن وضع شعار العقار نفسه. يلا نبتدي نشوف، واضح ان في هنا غرفة وغرفة. اضغط هنا ادي غرفة وادي غرفة. شوف ايه كمان هنا ممكن، ده في هنا مطبخ صغير اهو، وفي هنا الحمام. عشان ادخل الغرفة اضغط كليك كده الاقي نفسي في غرفة النوم. ممكن اروح للركن ده واشوف الغرفة من الركن، اخرج من الطرقة ادخل غرفة النوم التانية. انا كده في غرفة النوم التانية، اروح اشوفها من الركن. ادي غرفة النوم من الركن، واروح هنا الى اضغط كليك كده الاقي ان في كمان مطبخ صغير. اخش الحمام، انا كده داخل الحمام اشوف في هنا سخان، ادي فوق اهو ادي الحمام، واشوف ايه على الارضية هنا بتحط اي شعار. يلا عشان نخرج برا ونشوف ايه المعلومات تاني اللي ممكن اطلع برا. فضلا الضغط على الصورة للذهاب لموقع الشوق، اتفتح لي خرائط جوجل واقدر اعرف اللوكيشن بالظبط فين وطرق التواصل. في هنا ايقونة لو ضغطت عليها بيطلع لي ميني فلور بلان او مخطط ارضي مصغر، اقدر اشوف العقار بمكوناته. وفي نقاط صفراء لو حبيت اروح مباشرة لأي مكان فيه اضغط على اي نقطة صفراء. والجميل في الفلور بلان المصغر ان في هنا زي الرادار، يعني لما بلف الصورة الرادار بيقول لي انت بتبص الى اي جدار او اي مكان في العقار. يعني انا مثلا كده، انا كده ببص ناحية الغرفة نوم واحد والغرفة نوم اتنين، صح كده اهو.
لما بلف في اي مكان الرادار بيقول لي بالظبط انت بتبص على اي جزء من العقار. في ايقونة تانية اسمها الروم تشوزر، اختار الغرفة، هنا الصالة، واللي حابب اروح للصالة مباشرة لصورة الصالة اضغط عليها، يعني واقف في الصالة فعلا، غرفة نوم واحد واقدر اتجول فيها، غرفة نوم اتنين، بشوف مكونات العقار في شكل صور مصغرة. في هنا أداة قياس، لو حابب أقيس أنا بنفسي عرض السرير، طول السرير، ارتفاع الجدار، بمسك دي كده وأقوم ضغط كده ومحدد كده بدون ما أعمل كليك، هنا السرير عرضه تقريبا متر ونص. لو حابب أقيس مثلا عرض الغرفة، هي طبعا كل مقاسات الغرف موجودة بالفعل على المخطط، هنا مكتوبة مساحة كل غرفة بالعرض بالارتفاع. لو حبيت اقيس المطبخ امسك كده المتر واقوم ده مطبخ عرضه متر وربع. وصلت لنهاية الجولة.